اوكي، مرحبا، كيف حالكم؟ اهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طبعا بهذا الفيديو شباب راح ندلكم كيف تبلشوا تمارسوا هواية علم الفلك بطريقة علمية، يعني طريقة دراسة شوي. اوكي، كيف تدرس بس مش انه يعني تعمل زي دراسة جامعية، ماشي؟ طبعا كتير من الناس بحب يشددوا على الطريقة الجامعية، بس هي شوي انه طريقة خليط بين التسلاية والدراسة الجامعية. اوكي، كهواية يعني، ما بدي، مش المقصود من هذا الفيديو يدلك كيف تكون فعلا واحد مهتم في هذا الموضوع. اذا كان عن جدك تهتم في الموضوع، في كندا في جامعات بتعلم هيك استرونوميك، علم فلك، بتروح بتدور استرونوميك بالانجليزية بتعني علم الفلك. اوكي، ففي جامعات بكندا بتعلم هذا الشيء. تمام، نحن عندنا في بلادنا بدك تدرس كلية علوم اختصاص فيزياء، وبعدين بتروح بتشوف شو بدك تساوي برا بالماجستير تاعتك. اوكي، فيما يخص علم الفلك. اوكي، في اختصاص بالفيزياء اسمه فيزياء فلكية. اوكي، يعني بكون فيزياء عادية بس بيركزوا على امور، كل شيء متعلقات امور الفلك يعني. اوكي، وطريقة التعليم بتكون كلها موجهة نحو الفلك. تمام، وكل الموضوع تبعهم بيحكي كوكب ونجوم وهذا هيك دائما. اوكي، وعلم الكون والاساس. طيب، نحن حنعطيك بعض المصادر اللي ممكن تفيدك في تعلم علم الفلك. اوكي، وانت وتمارس هوايتك بالتلسكوب. تمام، او التصوير الفوتوغرافي الفلكي. طيب، اول شيء اتمنى عليك تحضر، احنا كل شيء رح احكي لكم عنه في له روابطه، اتمنى عليكم تشوفون في الوصف، هي جدا مهم. اوكي، كل شيء صفحه عم بعرض لكم عنه، فهمكم شو هي. اوكي، من متصفح شايفينها حتكون معروضه في يعني روابط. اوكي، بتقدروا ترجعوا لها. اول شيء هاي السلسله متسجيله، فيها شيء حوالي 31، فيها 31 فيديو هي. اوكي، ال 31 فيديو هدول هن عباره عن شرح وترجمه لكتاب اسمه استرونومي 101، استرونومي 101، علم الفلك 101. اوكي، بشرح لك كل الظواهر. اوكي، وبتسمعهم بس. تمام، عم بقول اوكي حتى اشوفك اذا انت عم تركز معي. ف اذا يعني بتحضر كل الظواهر الفلكيه وبتفهمها، بس مش ضروري تطلع 100% بالصور، ماشي؟ عليك بس انك تسمع على الاقل بالاكثر. تمام، اذا حسيت ان حسيت مش فاهم شغله او انت عم تسمع يعني تطلع، مش هالقصة. بس انا بقول لك اكثر الاحيان ما محتاج تطلع بالفيديو ولو سمعته. تمام، بكفي انك تسمعهم، احضرهم للاخر، وترجم شامل للكتب، الكتاب هذا عفوا، للاخر. تمام، بتفهم شو الكواكب وشو الظواهر، شو النجوم وشو الشمس وشو القبعة الشمسية وشو كل شيء، كل شيء عن الظواهر. اللي هذا الكتاب اصلا احنا ما كملنا ترجمته لسبب انه ما بلاش يحكي بالاشياء، مثلا اذا كان يعني اذا في حياه بخارج الكون وما شو الحكي بيحكوا فيه والفلسفه هاي. انا هون بس نزلت الشروحات اللي هي بفش فيها فلسفه، شغلات دامغه واضحه. تمام، بعدين هلا ومن وضروري كتير، ضروري كتير تروح تجيب تلسكوب، لانه اذا طبعا مش دغري، يعني ما عم اقول لك انه مش دغري معناها تلتزم، يعني اذا انت قادر هلا تروح تجيب، روح جيب. بس الفكره انه لازم يكون عندك تلسكوب اول على اخر، لانه احسن ما يكون هذا الحكي اللي عم تسمعوه بماده علم الفلك يكون شو، مجرد يعني قصص روايات، لحتى يكون شيء تطبيق عملي. بدك تشوف هاي الشغلات اللي عم نحكي عنها وين صارت بالسماء، فبتجيب تلسكوب بتشوفها شوف العين. تمام، طيب هلا ثاني شيء كمان عندنا هون، هاي الفيديو هذا من تسجيله بيطلع له شيء ساعه وثلث، هذا بفهمك استعمال التلسكوب بالكامل. اوكي، وحتى التلسكوب مش كجهاز واحد، كانواع الاجهزه تبعيته كلها، يعني مثلا مثل ما في بالكمبيوتر، في عندك لابتوب وديسكتوب وموبايل وما بعرف شو. اوكي، في عندنا التلسكوبات انواع. تمام، في مثلا زي اللي بالصوره عندي هون، مبين بالصوره هذا نيوتوني، يعني على مرايات، نظام مرايات. في نظام العدسات، عدسه ابي البعض يسميه كاسر، هذا عاكس بس نظام نيوتوني. في نظام مثلا الشمت كاسجرام، في الماكسوتوف، في كثير. تمام، فبتفهم كيف طريقة التصميم، كيف الضوء بيمشي فيه هون، كيف كمان الاكسسوارات كيف بنعلق، يعني كيف شايفين في اكسسوارات كثير على الطاولة وعلى هذا، فبتشوف كيف يعني نستعمل هون وشو استعمالاتهم وشو وظيفتهم وهذا. بساعة وثلث بتفهم كل قطعة لشو، بس مش معناها الممارسة، هاي يعني بتفهموها. اوكي، بس انه بينقلك ايه من واحد ما بيعرف لواحد ما بيعرف هالقد هي بدها. اوكي، بتصير بتعرف كل قطعة التلسكوب، بس مش معناها انك تقعد تمارس. تمام، فكتير مهم هذا الفيديو ينحضر للاخر، للاخر. اوكي، ومش لانه عشان يوتيوب، جد حلصه للاخر، لانه وحيكون الدليل بتاعه. اوكي، وكل شغله بتشوفها حاول تشوف مثلا على مواقع الانترنت مثل علي اكسبرس، مثل الامازون اذا موجوده، كيف تحصل عليها. تمام، ونصيحه لكل، جيب اغلب الاكسسوارات جيبوها من علي اكسبرس لانه ارخص، جيبهاش من الامازون.
تمام. طيب شو اسمه، شو بعد في كمان؟ اوكي هلا مين هذول؟ اوكي هاي هون بالسلسله هاي من قناتنا كمان فيها يعني زي تجاربي على التلسكوب الاسترو ماستر 130 كيو هذا اللي عندي بالصوره. اوكي هو نفسه اللي بالدليل، تمام. انا ما عندي غيره صراحه من الكبار، يعني ما عندي غيره. هذا اللي فوق منه هون بيكون مجرد تلسكوب مساعد صغير، مش شيء يذكر يعني. تمام. فشو الكاميرات بدك تجيبها، شو انواع التلسكوبات بدك تجيبها، وما تطلعوش فيها كنصائح يعني. اذا انت حبيت تطور طور من حالك، روح شوف اسال ناس ثانيين كمان يعني، ما توقفش بس هذا. حيكونوا طريقه للدليل، وحتشوف الاكسسوارات اللي انشرحت في الدليل اوكي بالتفصيل كيف تتركب وكيف هذا. وهي انواع مثلا، شوفوا هاي، بتشوفوا هاي العدسات، بتشوفوا كيف مثلا هون كيف توصل الكاميرا، واي فاي ما واي فاي، بتصير تعرض للناس هذا الحكي. كيف مثلا التلسكوب هون بتعمل له دوزان على اساس المرايا تبعته ممكن يكونوا مش مزبوطين على بعض، عرفت كيف، بحيث يعطي صوره نظيفه كيف. فكل هذا بتبغوا تشوفوه، كل انواع الفلاتر والقصص كثير، تمام. هلا بعدين، هلا قبل ما فوت بهاي، في عنا تطبيقات بفضل تكون نازله على تليفونك مثل ستلاريوم موبايل ومثل ستار ووك. اوكي ستار ووك هذا هو، اوكي هذه النسخه المجانيه طبعا، وهون النسخة المدفوعة. اوكي مدفوعة الثمن. الفرق بيناتهم انه النسخة المجانية بتبقى كيف بدي اقول، النسخة المجانية بتصير انه او النسخة المدفوعة عفوا، النسخة المدفوعة بتصير تساعدك على انه تحصل على عدد او قاعدة بيانات اكبر من نجوم بالسماء، تمام. ف يعني انت اذا بدك بتعرف شيء حقها شيء 3 دولار اوكي لمدى الحياه يعني، تشتريها مره وخلاص على حساب واحد يعني، كيف حساب جيميل واحد، تمام. هلا تطبيق ثاني يفضل يكون عندك كمان على المكتب، واذا جبت وفضل دائما تجيب تلسكوب له موتور بتوصل بالكمبيوتر، بيقدر الكمبيوتر يتحكم فيه ويوجهه اوكي. طيب هلا اذا كان قادر تجيب هيك نوعيه تلسكوبات، فانت اللي بتعمله هو يا بتجيب برنامج ستلاريوم تبع الكمبيوتر اوكي. خليني بس اوكي، بس خلينا الاول ستلاريوم جيب لكم اياه على النت. اوكي هاي صفحه الاب ستور نفسهم، بتجيبهم ستار ووك، ستار ووك 2 وستلاريوم، اثنيناتهم بتلاقون على الاب ستور، تمام. نعمل هيك بيست دوت اوكي دوت اورج، تمام. فهذه الموقع الرسمي تبع ستلاريوم. بتنزل نسخة اذا كان عندك لينكس او ماك او ويندوز، بتنزل النسخة الخاصة في سطح المكتب عندك، وبتقدر تتحكم الجهاز. هلا في وحدة يعني اظن هو اوبن سورس هذا، بس في واحد يعني اقدم منه وشو اسمه وما زال استمرارية العمل عليه في تطويره، اللي هو كي ستارز. كي ستارز بتحكم كل التلسكوبات، له درايفرات وله كل شيء وجاهز وخريطه، وهون حاليا واحنا بحسب الساعه اوكي، وبتفرجيك هلا الساعه قديش عنا اوكي، بتفرجي كيف السماء بتتحرك. وهي اذا زودت هون فيني زود يعني فيني زود بسرعه الانتقال بالخريطه مثلا كل يوم كل يومين، عرفت كيف؟ ف كل يوم بصير هيك، كل ما تزود يوم شو بصير؟ احنا بسبعة شهر، تمام. فيك تظبط الساعة وتقول له ناو هلا هيك وخلاص، تمام. بيعطيك هلا التاريخ، هلا شو بكون هاي النجوم تبعي التاريخ، تمام. طبعا اي برج التور لانه احنا بنيسان هلا. طيب هلا البرنامج هذا وستلاريوم كثير مهمين حتى تقدر تعمل تحكم بالتلسكوب اوكي. طبعا هذا ممكن تلاقيه على ويندوز كي ستارز، بس اسهل تحصل عليه معمر خالص، مبني خالص لنظام لينكس اوكي، بيجي على لينكس خالص مخلص. طيب وستلاريوم كمان متاح عندي على اظن، اشوف لكم اياه، اظن كان متاح عندي، بتلاقوا على لينكس اكيد عندي اياه، تمام.
بس انا مش عارف وين حطيته. المهم فيكم تشوفوا حتى عاملين طريقة ويب لستلاريوم. اوكي شايفين الخريطة عن طريقة صفحة ويب. اوكي هلا لازم يعرف مكاني حتى لي. طيب اللي بعد هالشيء اللي بعد هذا الشيء شو بسموه؟ اوكي في كمان انه طالما كيف بدك تستعمل كي ستارز ففي هذا السيستم بتعلمك كيف تستعمل كي ستارز. اوكي طبعا بالانجليزي هي لانه انا عم حاول اوصل كمان لاكبر عدد من الناس، بس حتشوفنا احنا هون عم نستعمل تلسكوب ضخم 16 انش اصلا ضخم. اوكي 16 انش ف بشي جامع الجامعات كيف كنا نتحكم فيه. تمام هلا بعدين سان سبوت. اوكي في هون عندي سيست كمان بتفرجيك كيف البقعة الشمسية يعني من 2017 لحد هلا 2023 كيف الشمس بتتبدل سطحها وشكلها وهذا. انا دائما كل فترة والتانية كل شيء كل يوم احد تقريبا بنزل شروح يعني تصوير للشمس، فانت على الاقل بتصير تفهم شو هن البقع الشمسية. في احدى الحصص عن الشمس في مقدمة علم الفلك. اوكي ف يعني بس توصلها حاول تحط عينك شوي على الفيديو على الفيديوهات هاي مو كلها يعني هيك تصفح على السريع اوكي وتفرج اوكي عشان تفهم الشمس من وقت لوقت كيف تتحرك وتتغير. تمام لانه هي مش ثابته اصلا يعني فيش لها نمط يعني بيحاولوا يعطوا نمط بس صعب كثير يعني بدي صار لي انا ما بيعطوا اصلا. طيب هلا كمان في عندنا هون منظمه امريكيه اسمها الاي اي في اس او امريكان اسوسيشن فور فاريبل ستار اوبزرفيشن فاريبل ستارز اوبزرفيشن. اوكي فالجمع ف اتش كيو يعني هيد كوارتر. تمام اتش كيو يعني المجلس الاعلى هيد كوارتر المجلس الاعلى ل رابطه الامريكيه اوكي او المنظمه الامريكيه اي منظمه امريكيه ومنظمه رابطه هي بنفس الوقت اسوسيشن اورجنايزيشن. اوكي ل رصد النجوم المتبدله السطوع. في نجوم بيكون في نجمه واحده بتكون ثابته سطوعها، في وحده بتتغير مع تغير المواسم اوكي او بشكل دوري ما بعرف يعني مش ضروره بالمواسم كمان صيف شتاء وهيك بس انه او مع الشهور يعني في لها دوره معينه بتلاقي الضوء بخف 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 بيكبر بيكبر بيكبر. اوكي طيب هذا ليش بيصير ليش بيعملوا هذا الشيء هاي الجماعه عندهم رصد كبير يعني وبيقيسوا. طبعا اكيد اساس الفيزياء بيحبوا شيء يمسك مصدر ويحلبوا يمسك بمصدره ويقيس يعني هاي كديدان شغله كمهنته كالأساسية يعني إذا ما بده يقيس شو بده يعمل يعني. تمام هلا فهن بيقعدوا بيقيسوا هالشغلات. تمام هلا هاي كيف تفيد بعدين لما بصيروا يعملوا ملاحة بالفضاء إن شاء الله بصير خلاص كل شيء واضح عنده في خريطة معروف كل نجم كيف طريقة التصرف تبعه كيف شو متوقع لما بدك تمشي من حده أو هيك. تمام وبصير كمان تفهم إنه بسبب هالسطوع هل ممكن يكون في كوكب هناك مثلا كيف يعني مثلا أنت هون حاطط لمبة أوكي إذا أنت بتحط جسم قدام اللمبة هي خبيت عليها فتحطها وراء كيف تخيل كيف الجسم وعم يدرهم إذا في جسم تاني حواليه فهل هناك في كوكب ولا لا مثلا. هاي أشياء من الأشياء اللي بيدرسوها. أوكي في شيء اسمه اللايت كيرفز أوكي منحنيات الضوء فهي بتساعد في هذا الموضوع. تمام فبالتالي هاي يعني بعض المصادر لتعلم الفلك. كل جماعة عنده توتوريالز بعلموك كيف تعمل رصد لنجوم هاي. اوكي عنده دروس على الموضوع اظن بهاي السلسلة هاو تو سيشن. اوكي انا راح احط لكم الرابط هذا تبع البلاي ليست تبعيتهم وتبقوا انتم تختاروا تسمعوا. في شيء اسمه عنده كمان اسمه سبكتروسكوبي بيحكيك عن انه كيف تدرس طيف نجوم. اوكي وحتى طيف نجوم كادوات في بالدليل هون محطوط القطعه كيف تحصل على الجهاز اللي بيساعدك بدراسه طيف النجوم. اوكي هلا هذا كله بضله كهوايه يعني ممكن يكون بعض الاشياء ممكن بعض الاشياء انا شخصيا يعني عندي ثبات بالمعلومه انه مضبوطه بعض الشغلات قد تكون لا بس انه بشكل عام انه هذه هي يعني كيف فيك تبلش معانا بهالطريقه.
تمام. انا ما بدي اكون حاسم بمعلوماتي لانه انا صراحه مش شغلتي، اوكي، فبس انا بحاول اعطيك من خبرتي اللي مرقت فيها، اوكي. وكثير مهم تروح تدور على انديه فلكيه ببلدك، اوكي، وتلتقي معاها وتتعرف على شباب من هذا عشان يصير في اخذ وعطى في الموضوع، عرفت كيف؟ اوكي. وشو بعد في كمان؟ فهذا هو بشكل عام، اوكي. نشكر المتابعة شباب، ورجاء اشتراك بالقناة واخبار رفاقكم عن هاي السلسلة، اوكي، وعن هاي الفيديوهات. سلام، باي.